الرفيق على طال قال الحل معد الحال قال الدرب علينا وما قال الحل معد الحال نبحث عن قول ومقال هات الشعر وألف سؤال أنشد شعرا في جمال نبحث عن قول ومقال هات الشعر وألف سؤال أنشد شعرا في جمال ليتحدث في بيت شعر عبر الزمان وحفظته ذاكرته اسمع اسمع نبة الأسرار والأسفار وعز للأشعار حباري حباري فإنك غير ضامن معها إلى أي أرض تأخذك وأي زمان وسالف العصر والأوان أنا الشنفرة أنجدوني أنجدوني أنا الشنفرة شهد جري شديد الريح وشبهت بي الجياد العاديات وصرت صغيرا لبني سلامان وأقسمت كبيرا أن أقتل منهم 99 رجلا انتقاما وصرت معهم بكر وفر مطاردا منهم وإني أقسم الآن أن أدم 100 رجل أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذله وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرئ متطول صدقت الأرض حين شبهت سمعة الخيل بالشنفرة وحاكم شعراء عكاظ في زمانه يمرأ القيس يمرأ القيس على رسلك من أنت؟ إني رسول أحمل معي رسالة تسوك تسوك هات ما عندك إن والدك حجر الملك بني الأسد قد قتل حقا أبي قتل؟ نعم ضيعني ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا لا لا صحو اليوم ولا غفلة غدا اليوم صحو وغدا أم ألا يا عين بكيني شنينا وبكيني الملوك الذاهبين ملوكا من بني حجر بن عمرو يساقون العمر رقيقا في صباه ولكن بعد مقتل والده تاه بحثا عن ثأره حتى سموه الملك الضليل هيا هيا من ذاك أهو قائد أم أسير ذاك فارس بني الحارث عبد يغوث الحارثي ولما ذاك الطفل يمسك الحبل ويجره إنه سيده بعد أن تخلى عنه قومه أقول وقد شدوا لساني بنسعة أما شرتي من أطلقوا عن لساني أما شرتي من قد ملكتم فأسجعوا فإن أخاكم لم يكن من بواعي فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدة وإن تطلقوني تحربوني بمالي وكنت إذا ما الخيل شمسها القناة لبيقا بتصريف القناة بناني هيا أهلا بسيدة القوم أهلا بحكيم الزمان
أليس للمكتبة نواحي من العشق تحملنا لبحار الشوق هياما وتصعد بنا غزلا وغراما؟ أجل أجل، ابحثي لنا بين كتب الأسفار عن ذاك الزمان، ذاك الزمان الذي جن به العاشق بين البلدان هائمة. لنبحث إذن بين كتب الثرية والأثيرة عن حكايات العشق الفريدة. ليلتي بخير، ليلتي بخير، فقد أبلغوني أنها مريضة، يقولون ليلى بالعراق مريضة، فما لك لا تضمع وأنت صديق، فإن تك ليلى بالعراق مريضة فإني في بحر الحجوم غريق، كأن فؤادي في مور بقدح وفي لهيب ساطع وبروق. إذا ذكرتها النفس ماتت صبابة، لها زفرة قتالة وشهيق. الصواب أين هي؟ أين هي؟ ويحك ويحك يا هذا، كيف تجرؤ على التطاول علي؟ إنك أول من بدأ السباق. كيف؟ كيف لفارس مثلك أن يصفني أنا بثينة بأبشع الأوصاف؟ لكل كلام يا هذه جواب، وأول ما قاد المودة بيننا بواد بغيض يا بثينة سباب، وقلنا لها قولا فجاءت بمثله، لكل كلام يا بثينة جواب. هذا حال العشاق لكل لقاء وتارة يحرقه. أسمعتم عمن خاض الشعر محاولا أن يصيغ أبيات حب عذري ينافس به بقية الشعراء؟ زادني مسراك وجدا على وجدي، ولقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. كفاكم عشقا وصبابا، أيها إن سبل الترحيل. وما كان اسم ذاك الشيخ؟ ذاك حكيم العرب ومعمر الشعر الوقور زهير بن أبي سلمة. وما كان اختلاف العيش إلا مصائرا، فبعض الأنام يعيش عمرا وأخرى في صباها تقتل. آه سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. نورا واحتمالا، وعسى عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب، فتخبرنا الشمال إذا أتتنا وتخبر أهلنا عنا الجنوب، فإنا قد حللنا دار بلوى فتخطئنا المنايا أو تصيب، فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. بالحق صادع أتت للعرب، أتت للعرب حين خابت صباتها، وإني لبالفخر أبين قاطع. إن للعرب شاعر
له سيرة مدهشة، كريم العطاء وجزيل السخاء، يجير المستجير ويعطف على الفقير. أيها الطائي، أيها الطائي، ما بالك يا امرأة؟ يا أبا ودين الكريم، جد علينا بكرمك وطيب عطائي، إن لي صبية يدعون من الجوع والذنب، ما وجدت إلا كمعينا ولا غيرك معينا. أجدني من الطائي، أجدني. أعجليهم يا امرأة، أعجليهم وأتني بهم في الحال، أشبعك الله وأيام. هيا هيا، مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقول لشيء فات ما فعل، ولا تقول لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. أعجليهم هيا، فإن جور ذوي القربى عسير، قم فاسجد العيسى للترحال معتزما، وارمي الفجاج بها فالخطب قد فقم. ولا تلفت إلى أهل ولا وطن، فالحر يرحل عن دار الأذى كرما.